الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير الخلق وحبيب الحق قدوتنا وأسوتنا وإمامنا رسول رب العالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من صار على دربه واهتدى بهديه الى يوم الدين. <applause> ثم اما بعد <applause> اخواني اخواتي معشر الاحبه يستمر حديثنا عن القران الكريم، عن النور والهدى، عن هذا الكتاب الذي اكرم الله عز وجل به هذه الامه. واعز الله عز وجل به هذه الامه وجمع الله عز وجل به هذه الامه عجيب امره فعلا عجيب فانه هذا القران الكريم لا يوحد الامه ولا يجمع الامه فقط على مفاهيم معينه وعقائد معينه وتصورات معينه صحيح هو فعلا يؤسس لوحده عجيبه في الامه ولكن اكثر من ذلك فهو يوحد الفهم ويوحد العقيده ويوحد الاخلاق ويوحد السلوك واكثر من هذا احبائي يوحد العواطف هذا عجيب فالقران الكريم كتاب فعلا عني بالعواطف عنايه كبيره جدا فالحديث فيه عن الايمان وعن المحبه وعن الرجاء وعن الخوف وعن الشوق وعن محبه المؤمنين وعن محبه الخير يا سلام يوحد العواطف واكثر ايها الاخوه يوحد التعبير الكلمات انظروا الامه الان من مشرقها الى مغربها فهي تردد نفس الكلمات وتعبد الله عز وجل بنفس الكلمات وهذا قمه ما يمكن أن تعرفه البشرية من التوحيد هذا رب أكرمنا سبحانه عز وجل بكنز عجيب جدا وإن كان الناس لغفلتهم وبعدهم أحبائي مع الأسف الشديد لا ينعمون بهذا ولكن أملنا في الله عز وجل أن هذه الأمة ستعود سيرتها الأولى منهجا ستعود سيرتها الأولى ريادة لأن الأمة الإسلامية قد تمرض ولكنها لا تموت. لاحظوا قد تمرض ولكن سرعان ما تتعافى فهي ستبقى ما بقي الليل والنهار بإذن منه سبحانه عز وجل. ومن اعظم ما نص عليه القرآن الكريم وارتبط بالقرآن الكريم العز والشرف. من سورة الأنبياء في وقت مبكر من التنزل يقول الحق سبحانه وتعالى لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم يا سلام كذلك قوله تعالى من الزخرف وانه لذكر لك ولقومك ادعوكم ايها الاحبه اخواني اخواتي بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا الى تدبر هذه الكلمه ذكر جميل ذكر في اللغه العربيه اصلها ذال الكفرة، واذا احببنا ان نعرفها في العربيه دعونا نعرفها بالذي يقابلها وهو النسيان او الغفله. فلذلك الذكر تاتي في مقابل النسيان او الغفله. وكيف ما معنى ان القران ذكر؟ معناه ها هنا ايها الاخوه الاحبه ان الامه وان الفرد وان الاسره كلما ارتبطت بالقران اخي اختي كلما رفع الله ذكرك كلما ذكرت وشكرت كلما اصبح لك شان واصبحت لك كلمه فلذلك قال ابن عباس وانه لذكر لك لشرف لك يا سلام تاملوا وانه لشرف لك وفعلا انظروا هذه الامه ماذا كانت العرب الذين نزل فيهم القران ماذا كانوا من قبل لم يكونوا شيئا لم يكونوا شيئا يذكر كانت امه منسيه مبعثره في الصحراء لا نظام ينظمها ولا سلطان يضللها ولا قوه موحده تحميها وكانوا مشتتين موزعين متناحرين وكانت قوى الارض يومها الظالمه المنحرفه الكافره تستعبدهم من هنا وهناك وكان اسمى ما يتمناه الواحد منهم ان ينال من الدنيا شيئا اما جاها او مالا او غنيمه او مدحا او او امراه او يعني هذا اقصى وكان الواحد منهم يغامر بروحه وكل شيء من اجل محبوبته كما حصل لعنتر ولقد أه رايتك والسيوف لوامع يرى وجه محبوبته بين في بريق السيوف في المعارك يعني كان القوم هكذا رغم شجاعتهم وكذا لكنها لم تكن موجهه في الاتجاه الصحيح فلما جاء القران احيا الله به هؤلاء وجمع الله عز وجل شانهم ورفع ذكرهم وانطلقوا في الارض ونشروا الرحمه في الدنيا وبارك الله عز وجل في جهودهم وهكذا فمن ثم ايها الاخوه كان القران وكان الاسلام هو عنوان العز في هذه الحياه دعوني ها هنا استحضر موقفين لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما فتاملوهما جزاكم الله خيرا الموقف الاول حدث له مع اهل مكه لما جاء حاجا وولى عليهم احد الرجال فلما خرج وعاد الى فلما وصل الى عسفان وجد معه الوالي قال له ما تفعل معي وقد وليتك على اهل الوادي فقال تركت عليهم ابن ابزا يعني وليت عليهم واستخلفت نائبا لي هو ابن ابزا فقال له عمر ومن ابن ابزا هذا؟ من هو هذا ابن أبزة فقال مولا من مواليهم قال ووليت عليهم مولا ما هذا الاختيار فقال يا أمير المؤمنين إنه أقرأهم للقرآن وأعلمهم بالفرائض يا الله فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به اخرين انظروا ايها الاخوه ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين وتبقى هذه الكلمه فالرفعه والشرف في الدنيا والاخره والله مرتبط بالقران الكريم مرتبط به حفظا وتلاوه و و و, 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 و الى اخره تامل معي هذا الرفع وهذا الشرف لمجرد التلاوه في حديث ابن مسعود من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنه والحسنه بعشر امثالها لا اقول الف لام م حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف فانت اخي الحبيب كلما تلوت القران كل حرف تخرجه من فمك فهو يرفعك درجه ويرفع شانك ويسمو بك ويعزك اما في الاخره يقال لقارئ القران اقرا وارتقي او ورقى كلاهما صحيح فان منزلتك عند اخر ايه تقراها فاي شرف هذا ايها الاخوه واي ذكر هذا معشر الاحبه فنسال الله عز وجل ان يرفع شاننا بالقران وان يعز امتنا بالقران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا ايها الاخوه نموذج عجيب بخصوص الرفعه للانسان بالقران الكريم كذلك ايها الاحبه الامثله كثيره جدا كثيره جدا سالم مولى ابي حذيفه رضي الله عنه قارئ سالم هذا رضي الله عنه سبحان الله من رفع شانه واعز منزلته حتى اصبح سيده رضي الله عنه الذي هو أبي حذيفة أصبح سيده وزوجة سيده أصبح تلامذ له وكان عبدا لهم ما الذي رفع شأنه إلى هذه الدرجة إنه القرآن والعلم بالقرآن ابن مسعود رضي الله عنه راعي الغنم هذا الرجل الذي أصبح أستاذا للبشرية وأسس مدرسة في الكوفة من أعظم المدارس التي عرفتها الأمة في تاريخها لتعليم القران ونشر النور في العالمين راعي غنم وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم في مراحل متقدمه جدا انت فتى معلم وقال من اراد ان يقرا القران غضا طريا كما نزل فليقراه بقراءه ابن ام عبد لماذا رفع الله شان هؤلاء رفع الله شان هؤلاء بالقران وهكذا من اجمل ما يستوقفني في سمر عمر رضي الله عنه انه يوما في سمر في يعني في انس مع اخوانه الاحبه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المبجلين قال لهم تمنوا تصوروا معي ايها الاخوه الان لو جمعنا شبابا وقلنا لهم تمنوا ستسمعون ما يشيب قال تمنوا قال احدهم اتمنى لو ان لي مثل هذه الدار ذهبا أتصدق به في سبيل الله وسكت عمر وما علق قال تمنوا وكأن هذا الجواب ما وقع عنده بمكان فقال الآخر أتمنى لو أن لي مثل هذه الدار ذهبا ولؤلؤا وزبرجدا أتصدق به في سبيل الله قال تمنوا قال والله ما ندري ما نقول يا أمير المؤمنين وسبحان الله أيها الأحبة الناس عادة في المجتمعات البشرية يحسبون الخير كله في المال وفي القوة في حين المال والقوه اذا افتقد شيء اخر ليست بشيء بل قد تصبح مصيبه اذا افتقد الانسان السوي فلذلك لما قال والله ما ندري ما نقول يا امير المؤمنين قال اما انا فاتمنى رجالا مثل ابي عبيده بن الجراح وسالم مولى ابي حذيفه ومعاذ بن جبل استعين بهم على اعلاء كلمه الله وبماذا رفع الله هؤلاء رفع الله عز وجل شأن هؤلاء بالقرآن بالقرآن وقس وهكذا لذا مرارا أقول لإخواني وأخواتي الأحبة في المدارس القرآنية وهم يحفظون ويضبطون ويتعلمون التجويد والترتيل ويتقنون الرواية ثم يفكون المعاني يعيشون مع القرآن لأن الترتيل لماذا الله عز وجل وجه إلى الترتيل ورغب فيه ورتل القرآن ترتيلا؟ لأن أعظم ما يعينك على الارتباط بالقرآن هو الترتيل فكلما ضبطت القواعد وأحسنتها كانت تلاوتك شبيهة بتلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من رتل القرآن وكلما رتلته أحببته وارتبطت به وعشت معه وذلكم هو الطريق فأقول لهم مران سبحان الله انظروا إذا فتح الله عليكم فعشتم مع القرآن وضبطتموه لن يبقى بيت في مجتمعكم إلا دخلتموه بالقرآن ولن يبقى إنسان في مجتمعكم إلا وسيسمع منكم القرآن ولن يبقى إنسان في مجتمعكم إلا وسيحترمكم ويقدركم لماذا؟ لأنكم لا تعبثون في حياتكم لأن القرآن أيها الأحبة يعزك فهما ويعزك اهتماما اهل القران الحقيقيون لا يحزنون اذا حزن الناس ولا يبكون على السفاسف من الامور ولا يخوضون في في اللغو ولا لا اهتماماتهم اعلى اعلى الان لماذا الناس كلهم منكبون على محلات يعني الملابس والديكور الملابس شيء جميل والله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبدي ولكن يا أخي أن يصبح بيتك متحفا للملابس واحد مشكلته عنده جلابيب كثيرة جدا أوه. هذا عبث مع الأسف الشديد هذا حال الأمة كثيرون ينكبون يعني انكباب رهيب على هذا هناك فراغ يحاول الإنسان بهذه الرقاع أن يغطي نقصا عنده وهكذا اما الذي يعيش مع القران شيء اخر تاملوا معي هذا النموذج احبائي وبه نختم عمر رضي الله عنه لما فتحت مدينه القدس حررها الله تعالى لما فتحت في عهد امير المؤمنين عمر وبقياده امين الامه ابي عبيده بن الجراح عامر رضي الله عنهم اجمعين انظروا احبائي كلما ذكرنا صحابيا او صحابيه استنارت قلوبنا. لماذا؟ ما الذي جعل اسماء هؤلاء تلمع في سماء المجد؟ انه القران. لما فتحت وجاء عمر ليتسلم مفاتيحها، جاء من المدينه نورها الله وحفظها الله وهو يخوض متاعب السفر على ناقته ويتناوب مع رفيقه حتى وصل وقد بلغ به التعب مبلغه. وتعلمون الصحراء ومتاعبها الى اخره وقبل ان يلتقي كبار القوم من رجال الدين كذا قال له ابو عبيده يا امير المؤمنين لو غيرت هذه الملابس قبل ان تلقى القوم تصوروا عمر بطوله وهيبته وبشارة الجنه مكتوبه على جبينه وتاريخه العامر العامر سجله الحافل بالدعوه والجهاد والتضحيه والمحبه والشوق والقيام و... يلبس لباس يعني قال يا امير المؤمنين هل لا غيرت هذه الملابس فغضب عمر لانه لمس ان هذا منحن لرفع الانسان بامر خارج القران وخارج الحموله الانسانيه للانسان فقال له ايه لو غيرك قالها يا ابا عبيده وكان ابا عبيده من احب الناس الى عمر. قال له ايه لو غيرك قالها يا ابا عبيده نحن قوم اعزنا الله بالاسلام ومهما ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله. تاملوا احبائي ثم استحضروا امامكم التاريخ ها هي امتنا. جربت مناهج شرقية ومناهج غربية ومناهج شمالية ومناهج مبعثرة جربت كل شيء فما جنت سوى الضلال المبين بعد نكبة سبعة وستين استيقظ شاعر ليقول كلمات فعلا تنبئ عن صحو وتفصح عن حقيقة فقال جلودنا ميتة الإحساس ارواحنا تشكو من الافلاس عقولنا تدور بين الزار والشطرنج والنعاس هل نحن خير امه قد اخرجت للناس بالطبع لا الامه التي اخرجت للناس امه قرانيه ايها الاحبه اعملوا يا اهل القران يا اخواتي الكريمات من اهل القران اعملنا ليدخل القران كل بيت اليوم الذي سنرى الاقبال فيه على القران كما يقبل الناس الان على مباريات كره القدم يومئذ سنسعد سنسعد بحاضر مشرق وبمستقبل رحيم للبشريه وذلك لا يمكن ان ياتي الا بما جاء به في الامر الاول الا وهو القران نسال الله عز وجل ان يفتح بصائرنا وان يفتح ابصارنا عليه امين والحمد لله رب العالمين